كابتن الكبير واحد من نجوم هذه المواجهه كابتن احمد توفيق لاعب فريق بيراميدز. يا كابتن احمد منور الدنيا وكنت واحد من افضل اللاعبين النهارده. حبيبي يا كريم ومنوره بيك دايما يا حبيبي، وكل سنه وانت طيب وعلى المشاهدين كلهم. وانت طيب وانت طيب وبخير والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا كريم يا رب. عملتوا مباراه كبيره النهارده قدام النادي الاهلي، صحيح انتوا خلاص موقفكم محسوم والاهلي ايضا موقفه محسوم، بس كنتوا نازلين المباراه بجديه كبيره جدا. ده حقيقي، كل اللعيبه كانت عايزه تفنش الموسم بمكسب، وعايزين بالذات لما كنا النادي الاهلي مثلا نادي كبير وبتاع، وتكسب اول الدوري وبتاع، ما خسرش اول ماتش، ما خسرش ماتشات كتير في الدوري. اول هزيمه ياخدها، كنا احنا مركزين جدا ان احنا نكسب باول هزيمه، نكسب بقى النادي الاهلي. طيب كابتن احمد، انا كنت لسه بقول قبل ما انت تدخل على طول، وانت من اللعيبه المهذبه جدا، يعني ليه النهارده المباراه كان فيها عصبيه؟ يعني الاهلي موقفه محسوم وانتم موقفهم محسوم، ليه؟ انا تصورت النهارده هتبقى مباراه ممتعه بين نجوم الفريقين، انتوا فرقه كلها نجوم والاهلي فرقه كلها نجوم، ليه النهارده كان فيه عصبيه؟ ده طبيعي يعني في الكوره، هو النادي الاهلي عايز يكسب واحنا كمان عايزين نكسب، فده طبيعي يعني ان تلاقي كل في عصبيه في الملعب عشان ان انت عايز تكسب الماتش يعني. ففي عصبيه من الفريقين، بس مش يعني كنا محترمين مع بعض في الملعب وكنا بنتكلم مع بعض كويس، فده طبيعي، عصبيه ملعب وبتاع وشده ملعب عادي طبيعي في الكوره. بعد المباراه صفيتوا وكلمتوا مع بعض وحصل في، انا يعني شفنا اللقطه بتاع حسين الشحات والشيبي، انتوا كلاعبين مع بعض اتكلمتوا مع بعض بعد المباراه؟ اه اتكلمنا مع بعض وسلمنا على بعض وما فيش اي حاجه خالص من الحاجات دي خالص يعني. طيب بيراميدز السنه دي يا كابتن احمد بصوره مختلفه، شفنا فريق متماسك اكتر، شفنا فريق عنده عناصر كتير، شفنا الدكه زي الاساسيين، شايف ان بيراميدز كده رايح لسكه البطولات، رايح لسكه فعلا بقى انه يحقق اول بطوله في تاريخه؟ ده احنا كلنا اللعيبه كلها نفسها ان هي تحقق بطوله للنادي، واللعيبه كانت مركزه السنه دي بشكل جامد يعني في الدوري وفي افريقيا وفي حتى في نهائي كاس مصر والسوبر، بس مش كان عندنا توفيق، بس كان ناقصنا التوفيق بس في السنه دي يعني. بس السنه اللي فاتت نفنش الموسم تاني دي وصيف الدوري، والسنه دي وصيف الدوري ان شاء الله قريبه ان شاء الله يعني. النهارده انت كنت متالق جدا، بس الطرد يعني انهى مشوارك فيما تبقى من المباراه. هو عصبيه الملعب زي ما انت قلت، عصبيه الملعب وبتاع وشده الملعب، اعترضت بشكل كده، فضلت ازعق في الملعب وكده، فاخدت كارت احمر. الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نحقق الفوز النهارده، ونرجع فرحانين يعني كلنا. انت مكمل كابتن احمد، انت مكمل مشوارك مع بيراميدز مظبوط؟ اه ان شاء الله مكمل. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وبهنيك على الفوز النهارده. طيب ده كان الكابتن احمد توفيق، كان واحد من نجوم مباراه اليوم. طيب